لم تظهر أوكرانيا أي علامات على الامتثال للإنذار الروسي بتسليم مدينة سيفرودونيتسك الشرقية اليوم الأربعاء، حيث اجتمع وزراء دفاع الناتو في بروكسل لمناقشة إرسال المزيد من الأسلحة الثقيلة لتجديد مخزونات كييف المتضائلة. وقد طلبت روسيا من القوات الأوكرانية المتحصنة في مصنع للمواد الكيميائية في المدينة المحطمة وقف المقاومة التي لا معنى لها وإلقاء السلاح اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء، مما ضغط على مصلحتها في معركة السيطرة على شرق أوكرانيا.